مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نصوروا الناس. بعد الزواج امور كثيره كتغير. اجيو معايا نصوروا المغاربه، واش بعد الزواج كيمنعوا على عيالاتهم الفيسبوك؟ انا ضد هذه الفكره اولا ديال الفيسبوك. بالنسبه للمراه المتزوجه ربما الفيسبوك كياخذ لها بزاف من وقتها، وكتوقع يعني هذا هو اللي كيوقع، كيكون من بين الاسباب اللي كتوقع اغلبيه ما بين الازواج، انك كتخلي واحد النقاش كبير ما بين الازواج. ربما هذا المشكل ديال الفيسبوك، المشكل ديال الواتساب، كيخلي حتى داك الوطن ما بين الازواج ما كيبقاش كما كان. لا، الا كنت كنشوف فيها باللي يعني عطاتني ديك الثقه اللي بغيت وداك الشيء، ماشي مشكل واخا تستعمل الفيسبوك، ولكن الا كنت حاسس بشي حاجه لا غادي منعوا عليها اكيد. انا كنايد راسي باش نحيد الفيسبوك، هذه اول حاجه. اما ديك شركه الحياه ديالي سي نورمال ما غاديش يكون عندها الفيسبوك، هذه اول حاجه، هذا اول شرط. واخا حنا في الغولاسيو خاصو اول حاجه ما يكونش عندها الفيسبوك، سي نورمال باش انا ما نكونش عندي الفيسبوك ونعيشوا حياتنا بخير. اما هي عندها الفيسبوك وانا عندي الفيسبوك، ما نعرفوش شكون اللي داخل، شكون اللي باقي انا في الخدمه ديالي وهي غادي تكون في الدار، يعني ما غنكونش مرتاح وهي عندها فيسبوك. اللهم ما عندناش فيس بجوج ونبقاو مرتاحين. كونترولي وشمتي تعرفها مع من كتهضر وشمتي، الا كان مع لا فامي وداك الشيء ماشي مشكل، يعني وسيله اجتماعيه للتواصل كتلخص بزاف الحوايج. لا ما كاينش مشكل. كيفاش غتكون هذيك المراه؟ يمكن نحبس عليها ولا ما تحبسش عليها الفيسبوك؟ ولكن ما يمكنش نحيد انا الفيسبوك، حيت انا عندي الباج ديالي على حسب الخدمه كندير ديك ديال لانيماسيون تريتور. بالنسبه للمراه ديالي انا ما نخليهاش دير فيسبوك، والفيسبوك اسنو فيه تعرف على هذا تساطي مع هذا تكونيكتا مع هذا راك عارف اش اسمه فيسبوك. على حساب دابا المراه الا كانت غادي تستعملو باش تهضر مع الاصدقاء ديالها اوكي، والا كانت غادي تستعملو لاغراض اخرى يعني غادي تشوف شي حوايج ماشي محرمه شرعا ما خصهاش تشوفها. ماشي مشكل، ما عنديش اشكال، يعني خص غير تكون ثقه بيناتنا وصافي. انا كنفكر انا الفكر ديالي هو خاصني من عليها الفيسبوك، وكل واحد هو الفكر ديالو. لا ما حيتوش لها، يعني عادي ما ماشي شي حاجه انا فيس، يعني شي حاجه عاديه، يعني انسان كتبقى علاقه وزواج وثقه، يعني بلا فيس المراه اللي بغات دير شي حاجه راه ديرها. في حلقه اليوم مشاهدينا نزلنا نسولوا المغاربه واش كيمنعوا بعد الزواج على عيالاتهم الفيسبوك، وكانت الاجوبه كتختلف بين البعض اللي كيقول انه اكيد انه تيمنع على الزوجه ديالو الفيسبوك، والبعض الاخر اللي تيقول ان لا داعي انه يمنعوا عليها بما انها كاينه الثقه. نهايه الحلقه، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.